المستمعون، عزيزات المستمعات، أهلا بكم بإذاعتكم ومع فقرة جديدة من فقراتنا الإذاعية المتنوعة. فقرة اليوم نتناول فيها اليوم العالمي للإذاعة. اختر. اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة اليونيسكو هذه السنة تخليد اليوم العالمي للإذاعة 13 فبراير. حول موضوع الإذاعة في الأوقات الطوارئ والكوارث. أبرزت المديرة العامة لليونيسكو إيريسا بوكوفافي رسالة بهذه المناسبة أنه غالبا ما تكون الإذاعة وسيلة إعلامية يلجأ إليها البقاء على قيد الحياة وسط الأنقاض وفي حالة الطوارئ. تعتبر الإذاعة وسيلة إعلامية قريبة المنال وسهلة الاستخدام وزاهدة التكلفة. الإذاعة حليف لا غنى عنه نظرا لقدراتها على نقل المعلومات وبث الرسائل وإثراء النقاش وتحفيز التفكير. تتمثل أهم الرسائل اليونيسكو من خلال تخليد اليوم العالمي للإذاعة 2016 في جميع أنحاء العالم. أولاً، في أن الإذاعة تنقذها الإنذارات المبكرة للحد من مخاطر الكوارث. استطاعت الإذاعة منذ البث الأول قبل أزيد من 1000 سنة 100 سنة قبل أن تكون مصدر معلومات قوية لتعبئة التغيير الاجتماعي ونقطة مركزية للحياة المجتمع. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. لكم مني أزكى التحيات التلميذة لمياء حلواشي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.